بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 160. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب خطبة المجبرة، خطبة المجبرة إلى وليها، وهي المرأة التي لا تحسن الاختيار، المرأة البكر، المرأة البكر التي لم يسبق لها زواج، هذه تخطب من وليها، تخطب من وليها لأنها لا تحسن النظر لنفسها، فيرجع إلى وليها في ذلك، يختار لها الزوج المناسب. أما الثيب وهي التي سبق أن تزوجت، فهذه تخطب إلى نفسها لأنها تعرف الزواج وتعرف أحكام العشرة، يعني جربت هذا، تخطب إلى نفسها، يعني لا بد أن توافق على الزواج، على تزويجها، لا بد أن توافق على تزويجها. نعم. باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها. عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. رواه البخاري هكذا مرسلا. نعم. عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. رواه البخاري هكذا مرسلا. نعم، مرسلا يعني بدون ذكر الصحابي، بدون ذكر الصحابي، لأن يرويه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر فيه الصحابي الواسطة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معنى المرسل. فهذا فيه التفريق بين المجبرة أنها تخطب إلى وليها لأنها لا تعرف مصالحها، ووليها هو القائم عليها، الرجال قوامون على النساء، يختار لها الزوج الكفء، هي لا تحسن الاختيار. أما الثيب فلا بد أن توافق، لا بد أن تستأمر في تزويجها ويؤخذ رأيها، لأنها جربت الزواج وعرفت. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت له: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. مختصر من مسلم. نعم. توفي أبو سلمة رضي الله عنه
وزوجه أم سلمة رضي الله عنها لما توفي زوجها أبو سلمة رضي الله عنه قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه الله قالت لما توفي عنها أبو سلمة لما مات أبو سلمة نعم لما مات أبو سلمة رضي الله عنه كان من خيار الصحابة ومات عن أم سلمة دعت أم سلمة اللهم اخلف علي زوجي ثم قالت ومن اللهم اخلف علي بخير منه اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي بخير منها ثم قالت ومن خير من أبي سلمة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فعرفت أنها أخطأت في قولها ومن خير من أبي سلمة فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين نعم لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له فقلت له إن لي بنتا وأنا غيور فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة مختصر من مسلم اعتذرت بأمرين أولا أن لها بنتا من أبي سلمة والأمر الثاني أنها غيور يعني لا تصلح فتخشى أن يصدر منها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا يناسب فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن هاتين المسألتين فكان الأمر كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها أن يغني البنت عن أمها والرسول مستجاب الدعوة نعم وأدعو الله أن يذهب بالغيرة وأما الغيرة التي في أم سلمة فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهبها عنها نعم باب النهي أن يخطب الرجل على خطب باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه فلا يجوز هذا إذا علمت أن رجلا خطب امرأة وأنت تريدها فلا تخطبها حتى يرد الخاطب الأول أو يتزوجها تنتظر حتى يرد الخاطب الأول أو يتزوجها تنتهي المشكلة فلا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه لأن يبيع سلعة وكلها الخيار فيأتيه رجل فيقول افسخ البيع وأنا أشتريها منك بأكثر لا يجوز هذا لا يصبر حتى ينظر هل تستمر البيعة وتذهب لمن تقدم عليه أو ترد البيعة فحينئذ يجوز له أن يسومها كل هذا من أجل بقاء الأنفس صافية ليس فيها غل ولا حقد ولا تنافس نعم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل المؤمن
أخو المؤمن. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الدين. والأخوة في الدين أقوى من أخوة النسب. إنما المؤمنون إخوة، فموجب هذه الأخوة التناصح فيما بينهم والتعاون فيما بينهم والمحبة فيما بينهم، لأنهم إخوة، إخوة في الدين. نعم. فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. نعم، أن يبتاع على بيع أخيه، أن يبتاع يعني يشتري على بيع أخيه، كأن يكون هناك خيار بينه وبين الأول، خيار البيع، خيار مشروط مثلا، أو خيار المجلس. فإذا كان هناك خيار بين المسلمين في سلعة لا يجوز لأحد أن يتقدم إلى صاحبها ويشتريها منه ويقنعه بأكثر من الثمن الذي مع الأول، هذا من حق المسلم، فلا يجوز الاعتداء عليه حتى تمضي البيعة أو ترد. نعم. ولا يخطب على خطبة. أما إذا كانت السلعة في من يزيد، معروضة في من يزيد، يجوز للإنسان أنه يزيد فيها ما دامت معروضة. أما إذا انتهى العرض وقطع السوم، قطع السوم لأحد المسلمين لكن بقي الخيار، فلا يجوز لك في مدة الخيار أن تتقدم لشرائها، لأن هذا اعتداء على حق أخيك. نعم. ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يدر. ولا يخطب على خطبة أخيه، يخطب بكسر الطاء. وأما يخطب فهو من الخطبة، خطبة الجمعة مثلا. أما يخطب بكسر الطاء فمعناه خطبة المرأة، طلب الزواج بها. وهذا الفرق بينهما، هذه بكسر الطاء وذلك بضم الطاء، يخطب. نعم. ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يدر. حتى يدرها يعني يتركها، فإذا تركها الخاطب الأول فلك أن تخطبها. نعم. ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يدر، رواه أحمد ومسلم. حتى يدر يعني يتركها ويتنازل عن خطبتها، خطبتها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة، خطبة النساء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي. واضح. إذا علمت أن أخاك المسلم قد خطب امرأة فلا تتقدم أنت لخطبتها حتى يعطى ويجاب أو يرد، فحينئذ إذا ردوه لك أن تخطبها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، رواه أحمد والبخاري والنسائي. نعم. حتى يأذن له الخاطب الأول، يسمح له، فلا بأس حينئذ، لأن المحذور أزال وهو التقدم على خطبة أخيه. نعم. باب التعريض بالخطبة في العدة. المعتدة لا يجوز أن تخطب تصريحا،
لا يجوز أن تخطب تصريحا احتراما لصاحب النكاح الأول، ولئلا تطمع المرأة في الخاطب الجديد تدعي انتهى عدتها وهي لم تنتهي، فلا يجوز أن يصرح لها ويخطبها وهي في عدتها حتى تنتهي العدة ولكن له أن يعرض تعريضا، كأن يقول إني في مثلك لراغب أو ما أشبه ذلك، هذا التعريض. أما التصريح فلا يجوز. قال جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. نعم. باب التعريض بالخطبة في العدة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت: زوجة أم فاطمة بنت قيس القرشية طلقها زوجها ثلاثا نعم. فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. نعم، المطلقة البائن ليس لها سكنى على المطلق ولا نفقة، لأنها صارت أجنبية منه، ليس لها عليه حق البائن. أما الرجعية التي طلاقها دون الثلاث فهذه ما دامت في العدة فهي زوجة، تجب نفقتها وله أن يراجعها لأنها ما زالت زوجة. نعم. قالت: وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. إذا حللت يعني انتهت العدة، فآذنيني أعلميني. نعم. فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد. نعم، خطبها ثلاثة: معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم وأسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له. رجل ترب يعني فقير، معاوية بن أبي سفيان، هذا في أول أمره، ترب لا مال له، مرأة تبي نفقات تبي. فمعاوية فقير في ذاك الوقت. نعم. وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، لا يضع العصا عن عاتقه، كثير الضرب للنساء، وهذا سوء، هذه إساءة للنساء. نعم. ولكن أسامة، ولكن انكحي أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما. نعم. ولكن أسامة فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله. اي نعم. قالت: فتزوجته فاغتبطت. رواه الجماعة إلا البخاري. تزوجت أسامة رضي الله عنه فصار زواجها به من صالحها، اغتبطت به رضي الله عنه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: فيما عرضتم به من خطبة النساء. يقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما: فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني في قوله تعالى:
فيما عرضت، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. نعم، تفسير هذه الآية. نعم. يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة. يعني يقول عندها: إني أريد التزويج، ما يقول أريد أنا أرغب فيك وأنا لا، يقول أريد التزويج، هذا تعريف وما أشبه ذلك. إني في مثلك لراغب. نعم، يعرض عندها: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني في العدة. نعم. ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة، تعريض، هذا من التعريض. نعم. وعن سكينة بنت حنظلة قالت: استأذن علي محمد ابن علي ولم تنقض عدتي من مهلكة زوجي، فقال قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرابتي من علي، وموضعي من العرب. قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك، تخطبني في عدتي؟ قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي. وقد دخل، يعني عرض لها تعريضا أنه قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقريب من علي بن أبي طالب، هو يعرض لها تعريضا، ما صرح. نعم. قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي، وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيرته من خلقه، وموضعي من قومي. كانت تلك خطبته. رواه الدارقطني. يعني تعريض، تعريض وليس تصريحا. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض لها، فدل على أنه لا بأس التعريض في خطبة المعتدة أثناء العدة. نعم. باب النظر إلى المخطوبة. يباح النظر إلى المخطوبة بأن ينظر إلى ما يرغبه فيها، ينظر إلى شعرها، ينظر إلى وجهها، إلى كفيها، ينظر ما يرغبه في تزوجها، لا بأس بذلك. أما في غير هذه الحالة فلا يجوز النظر إلى الأجنبية على شيء منها. نعم. باب النظر إلى المخطوبة في حديث الواهبة المتفق عليه. الواهبة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها ولم يرغب فيها. نعم. في حديث الواهبة المتفق عليه: فصعد فيها النظر وصوبه. الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليها، صوب النظر فيها وصعده، نظر إلى أعلى جسمها وإلى جميع جسمها من وراء حائل، من وراء ستر ثياب، إنما ينظر شكلها وقامتها ونعم وجسمها. نعم. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله، الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليها، دل على جواز النظر إلى المخطوبة. نعم. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه الخمسة إلا أبا داود. نعم، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه خطب امرأة وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، انظر إليها، فدل على أن الخاطب له أن ينظر
حين مخطوبته ينظر إلى وجهها، ينظر إلى كفيها، وما يرغبه في تزوجها. وهذا مستثنى من تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات، استثنى للحاجة إلى ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. رواه أحمد والنسائي. انظر إليها يعني انظر إلى وجهها، فإن في أعين الأنصار شيئا يعني شيء من العيب أو من النقص. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود. يعني يترصد لها، ترصد لها في مكان لا تعلم به، لأنها إذا علمت به تصنع وتزين وينظر إليها على طبيعتها، فيترصد لها في مكان وهي لا تراه وينظر إليها، ويجوز له ذلك للحاجة إليه. أما أن يترصد للنساء ويتطلع لها هذا ما يجوز. نعم. وعن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان، إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. رواه أحمد. نعم. وعن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان، إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. رواه أحمد. نعم. فلا يباح النظر إليها إلا في هذه الحالة، حالة ما إذا كان يرغب أن يتزوجها، فله قبل أن يخطبها أن ينظر إلى ما يرغبه فيها، هذه حالة مستثنات. وأما النظر إلى النساء والتطلع إليهن هذا لا يجوز، الأصل فيه التحريم. نعم. إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. رواه إنما أحمد. ينظر إليها لخطبة، هذا حصر فيما يجوز النظر إلى المرأة، حصر فيما إذا كان يريد أن يخطبها. نعم. إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. رواه أحمد. وإن كانت لا تعلم، لأنها إذا علمت تصنعت وتزينت، فهي أحسن ينظر إليها من غير تصنع وعلى طبيعتها وهي لا تعلم بذلك. نعم. وعن محمد بن مسلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. رواه أحمد وابن ماجه. نعم. كالأحاديث التي قبله أنه لا بأس بالنظر إلى المرأة للخاطب لأجل أن يعرف صفاتها ويعرف ما يرغبه فيها ولا يقدم عليها وهو جاهل بها. نعم. باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة. باب النهي عن الخلوة بالأجنبية. الخلوة بالأجنبية في مكان ليس معهما أحد، هذا لا يجوز، حرام أنه يخلو بالمرأة الأجنبية ليس معهم من تزول به الخلوة، لأن هذا يدعو إلى الشر وإلى الفتنة. فلا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له إلا إن كانت من محارمه،
ما إن كانت أجنبية فلا يجوز له أن يخلو بها في مكان ليس معهم أحد تزول به الخلوة، لأن هذا مدعاة إلى الفتنة. إياكم والدخول على النساء، قال صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج، قال الحمو الموت، فلا تتساهل مع قريب الزوج ولا مع غيره بخلوة تذهب إياه في مكان، في مكتب أو في أي مكان، لا بد أن يكون معهما من تزول به الخلوة. نعم. باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر. الأمر بغض النظر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال يغضوا من أبصارهم، ولم يقل يغضوا أبصارهم، غضوا من أبصارهم، يعني النظر الذي فيه ريبة أو يدعو إلى فتنة لا ينظر إليه. نعم. والعهو عن نظر الفجأة. أما نظر الفجأة يعني صدفة، يعني امرأة عرضت لك فنظرت إليها بدون قصد، فلا بأس بذلك لأنك لم تتعمد هذا الشيء. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. نعم. إذا خلى بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان. الشيطان إذا حضر فإنه يدعوهما إلى الشر وإلى الفتنة وإلى الفاحشة، فلا بد أن يكون مع الرجل والمرأة في مكان خال من تزول به الخلوة من أقاربها أو من غيرهم، المهم ما يكون هو وهي في مكان وحدهما. نعم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم، رواهما أحمد. نعم. يكون معهما من تزول به الخلوة من محارمها أو من تزول به الخلوة ولو لم يكن من محارمها، يكون معه امرأة ثانية، يكون معهما رجل. نعم. وقد سبق معناه لابن عباس في حديث متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، لأن هذا يسبب الفتنة والشر. نعم. فلا ينظر إلى عورة الرجل ولا يقول هذا رجل، الشيطان يزين له السوء، فلا ينظر إلى عورة الرجل كائن من كان. إذا كان هذا في الرجل فكيف بالنظر إلى المرأة؟ نعم. ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة أيضا، لأن هذا فيه فتنة قد تفتتن بها وقد تذكرها لغيرها. نعم. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، باللحاف مثلا يلتحفون وهم عراة أو ما أشبه ذلك، لا يجوز هذا لأن هذا يدعو إلى الفتنة، والشيطان يزين الشر ويزين الفواحش حتى بين الرجال. نعم. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. كذلك لا بد أن يكون كل واحد من الرجل والمرأة ملتحفا بثوب خاص به. نعم. وعن جرير بن عبد الله
رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. رواهما أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. نعم، لا تقول هذا نظر فجأة ولا بأس به، اصرف نظرك. إذا وقعت في نظر فجأة فاصرف بصرك ولا تستمر في النظر، إنما سومحت بالفجأة فقط ولا تسامح فيما زاد عليها. نعم. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذه نظر الفجأة، إذا نظرت فجأة فكف بصرك ولا تتبع النظرة نظرة ثانية. الأولى مسموح بهذا لأنك ليس لك فيها اختيار، لكن الثانية تكون متعمدا النظرة المحرمة. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم، هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، والدخول على النساء، يعني تدخل على امرأة ليست من محارمك، ليست زوجة لك وليست من محارمك، تدخل على امرأة وحدها، هذا لا يجوز، لأن هذا سبب للفتنة. إياكم والدخول على النساء، فإذا كان ليس في البيت من تزول به الخلوة فلا تدخل فيه، ولا تقول: هذا بيت صديقي، هذا بيت أخي، هذا بيت، لا، لا تدخل على المرأة في مكان ليس فيها، ليس فيه غيرها، لا تدخل عليها، هذا من سد الوسائل التي تفضي إلى الشر. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحمو، يعني قريب الزوج يحتاج أنه يدخل ويحتاج، ولا قريب الزوج، الحمو الموت يعني أشد، لأنه يتساهلون معه أشد أكثر، فلا يدخل مطلقا، لا قريب الزوج ولا غيره. نعم. يدخل على مكان ليس فيه إلا امرأة، لا، ما يجوز هذا. نعم. قال: ومعنى قوله الحمو يقال هو أخو الزوج، كأنه كره أن يخلو بها. نعم. باب: أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين، وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبا. نعم. باب: أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين. المرأة عورة كلها إلا الوجه والكفين، وهذا يحتاج إلى تأمل، حتى الوجه والكفين. نعم. وأن عبدها كمحرمها في نظر ما، وأن عبدها يعني مملوكها كمحرمها، له لها أن تكشف وجهها عنده وكفيها، لأنه مملوك لها. قال تعالى: أو ما ملكت أيمانهن. نعم. عن خالد بن دريك، عن عائشة، عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود وقال: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة. نعم.
هذا مرسل، مرسل ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما سقط منه الصحابي. وأما الموقوف فهو ما كان من كلام الصحابي، الموقوف ما كان من كلام الصحابي، نعم. والمرسل ما كان من كلام التابعي، نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. لأنهم كانوا في حالة فقر، نعم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. رواه أبو داود. ويعضد ذلك قوله: إنما هو أبوك، يعني عنده رجلان، واحد أبوها أبو بكر، والثاني غلامها مملوكها. ويعضد ذلك قوله: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. نعم، إذا كان المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على أقساط، فإذا دفع المال كله عتق هذا المكاتب. كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالعبد إذا اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على أقساط فهذا هو المكاتب، إذا دفع هذا المال عتق، نعم. ويعضد ذلك قوله: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. إذا كان عنده مال منه، لأنه قادر على سداد دين الكتابة، تحتجب منه، صار حرا، نعم، أو في حكم الحر، نعم. باب في غير أولي الإربة. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا أسئلة كثيرة تسأل: هل يجوز للخاطب أن ينظر إلى شعر المخطوبة وإلى ساعدها وإلى ساقها؟ ينظر إلى وجهها وكفتيها فقط، نعم، ولا ينظر إلى ساقها ولا إلى ساعدها، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند النظر إلى المخطوبة هل لا بد من وجود محرم معها؟ إيه نعم، لا بد من وجود محرم معها، ولا يصير خلوة محرمة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أقسم أن لا يتزوج امرأة بعد وفاة زوجته فهل يجوز له أن يكفر ويتزوج؟ نعم، هل يجب عليه أن يكفر عن يمينه ويتزوج، ولا يمنع نفسه من الزواج ويبقى أيما، كفر عن يمين، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: امرأة ذات غيرة تقول لزوجها: إذا تزوجت زوجة ثانية فسأطلب الخلع لأني لن أقدر أن أقوم بواجبي نحوك وإعطائك حقوقك. يقول: ما حكم هذا الكلام وما النصيحة في ذلك؟ لا يجوز لها هذا الكلام، ولا أن تمنعه مما أحل الله له، ما يجوز منها هذا الكلام، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الولي في النكاح إذا كان لا يصرح بالإذن لكن يسكت ويرضى بذلك عند العقد، فهل يعد هذا إذنا منه ويقبل؟ نعم،
الولي في النكاح إذا كان لا يصرح بالإذن ولكن يسكت ويرضى بذلك؟ ما يكفي، ما يكفي هذا، لا بد من تلفظ الإيجاب والقبول، لازم أن يتلفظ بالإيجاب من الولي والقبول من الزوج باللفظ لا بالسكوت. نعم. والذي لا يستطيع يوكل من ينوب عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل تباح الخطبة على الخطبة قبل موافقة المخطوبة على الرجل؟ لا يجوز هذا، حرام، لا يخطب على خطبته، هذا من حقوق الخاطب المسلم، فلا يخطب على خطبته فيؤثر على الأول، الخاطب الأول يعترض عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، هل معنى ذلك أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر ويخطب على خطبة الكافر؟ لا، ما يجوز هذا، تعدي على الناس ما يجوز ولو كان كافرا، ما تتعدى عليه، الإسلام دين العدالة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا علمت أن الخاطب الأول ليس من أهل الدين بل هو تارك للصلاة، فهل يجوز لي أن أتقدم على خطبته؟ لا، لا تتقدم على خطبته مهما كان، لأن له الحق قبلك. نعم. فلا تتعدى عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا سألني رجل عن خاطب أعرفه، فهل يجب علي أن أخبره بكل شيء عنه؟ نعم، عما سألك عنه تخبره عما سأل عنه في حق هذا الرجل، فإذا استشارك فأشر بالذي تراه صوابا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المطلقة طلاقا رجعيا في العدة، هل يعرض لها بالخطبة؟ لا بأس، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، لا بأس. نعم. مطلقة طلاقا رجعيا في عدتها، يقول هل يعرض لها؟ الرجعية زوجة تخطب زوجة، يجوز كلام في الباين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للخاطب أن يتواصل مع خطيبته أو مخطوبته عن طريق الهاتف ويراسلها ويتكلم معها كثيرا؟ لا يجوز، مع وليها، يتكلم وليها، تراسل مع وليها ولا يتراسل معها هي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، الخادمة التي في المنزل، هل هي داخلة في هذا النهي؟ اي نعم، داخلة في هذا النهي، امرأة أجنبية، امرأة أجنبية يعني لا تحل لك، أجنبية منك يعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تزين المخطوبة للخاطب بالكحل والمكياج؟ ما يجوز هذا، ولا تعرف هذا ولا تدري عن هذا، هذا بينها وبين وليها. نعم. هي ما لها دخل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كاميرات المراقبة التي توضع في الغرف وفي غيرها، هل هي مزيلة للخلوة إذا وجد رجل مع امرأة؟ لا، لا تزيل الخلوة، يمكن يضعون له شيء ويغيرها أو يسد
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الاختلاط بين الرجال والنساء، هل هناك اختلاط جائز واختلاط محرم؟ الاختلاط بين الرجال والنساء لا يجوز، لأنه مدعاة للشر، يكون النساء على حدة والرجال على حدة، حتى في المساجد تكون النساء على حدة وخلف الرجال، كيف بغيرها؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ركوب المرأة مع السائق هل يعتبر خلوة وهي في الشارع والكل ينظر إليهم من وراء الزجاج؟ أي نعم، خلوة وأشد أيضا، لأن السيارة بيد السائق هذا ويتحكم بها، وربما هرب بها غير اختيارها، لا يجوز هذا. لا تركب المرأة مع السائق الذي ليس من محارمها، ليس معهم أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الكفاءة بين الرجل والمرأة في النكاح هل هي شرط لصحته؟ أي نعم، الكفاءة في المنصب والكفاءة في النسب نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها، وإذا قال لها لا تخرجي دون إذن مني أو لماذا تخرجين، فإنها تقول هذا أمر عادي لا إشكال فيه؟ لا، ما يجوز لها هذا، ما تخرج من بيته إلا بإذنه، وله بأمر عادي، هذا من حقه عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في وليمة النكاح هل يجوز الضرب بالدف، وإذا كان الضارب به رجلا فهل يجوز ذلك؟ الوليمة ما عليها دف، الدف عند الدخول لأجل إعلان النكاح، الدف عند الدخول لأجل إعلان النكاح، وأما الوليمة فليس عليها دف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندما تقدم معاوية رضي الله عنه وأبو جهم وأسامة تقدموا معا، ألا يعد هذا من باب الخطبة على الخطبة؟ لا، هي استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم، خطبوها فاستشارة الرسول صلى الله عليه وسلم فأشار عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما ضابط العدل بين الزوجات في النفقة وفي الكسوة وفي المسكن؟ هذا العدل بينهن في النفقة وفي الكسوة وفي المسكن وفي المبيت أيضا، أربعة أشياء: النفقة والكسوة والمبيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الأخ يعيش يقول مع أخيه المتزوج وليس له مكان آخر، إذا كان الأخ يعيش مع أخيه المتزوج وليس له مكان آخر، فكيف يصنع إذا كان أخوه خارج المنزل وليس في البيت إلا الزوجة؟ لا يدخل فيه إذا لم يكن فيه إلا الزوجة، فلا يدخل فيه. نعم. حتى يحضر أخوه أو يكون مع المرأة من تزول به الخلوة. نعم. وكذلك حفظك الله، هذا سائل آخر يسأل يقول: إذا كان الأخ في قسمي أو في مجالس الرجال وزوجة أخيه في قسم النساء أو في مجالس النساء، هل يعد هذا من باب الخلوة؟ إيه نعم، البيت الواحد من باب الخلوة، ولو كان فيه مجالس وأقسام، إذا لم يكن فيه غيرهما فقد خلا به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل يترك زوجته
تسافر إلى أهلها بالطائرة بدون محرم، ومدة الرحلة ساعة واحدة فقط لأنه لا يستطيع مرافقتها، فما حكم هذا العمل؟ لا يجوز. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والطائرة يعتريها ما يعتريها، قد يتغير اتجاهها وتذهب إلى مطار آخر، وهذا يقع كثيرا، يعرض لها عارض، فمن يتولى المرأة؟ لا بد من محرمها يكون معها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز الخلوة للمرأة الكبيرة العجوز التي لا يراب فيها؟ لا، ما يجوز، هذا عام، لا تجوز الخلوة بالمرأة التي ليست زوجة له وليست من محارمه، لا يجوز ولو كانت كبيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يخلو الرجل بامرأة إذا كان معها أحد أبنائها لكنه غير مميز؟ لا، ما يجوز هذا، لا بد أن يكون من تزول به الخلوة أن يكون بالغا عاقلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في الدول الكافرة التي نكون فيها كيف نستطيع أن ندعو النساء إلى الإسلام إذا سألنا عنه؟ هل يجب علينا أن نغض البصر عند ذلك؟ أخي، التلفون ومكبر الصوت متيسر ولله الحمد، تتكلم ويبلغهم الصوت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت المرأة فاقدة وعيها لكبر سن، فهل لأقاربها أن ينظروا إلى عورتها لتنظيفها وتغسيلها؟ يكون واحد يتولى الامرأة، يكون امرأة تتولى للشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الخادمة التي في البيت، هل للرجل أن يدخل في بيته الذي فيه الخادمة وحدها وزوجته تعمل؟ تعمل؟ نعم، خارج البيت. نعم. لا يجوز هذا أن يخلو بامرأة ولو كانت خادمة في بيت ليس فيه غيرهما، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم اجتماع الإخوة وزوجاتهم في بيت واحد أو في مكان واحد لكن النساء متحجبات؟ لا بأس بذلك، متحجبات ومتميزات عن مجلس الرجال، يكون في مجلس غير مجلس الرجال وإن كان المكان واحد، لا بأس، بس النساء تكون مع النساء والرجل يكون مع الرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الفقهاء أو بعض الفقهاء رحمهم الله ذكروا أنه يجوز للتاجر أن ينظر إلى وجه المرأة عند التعامل معها والمتاجرة؟ قال بعضهم هذا ينظر إلى من يتعامل معها، قالوا هذا، ولكن هذا لا دليل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا سائل يقول: هل الوجه والكفان عورة بالنسبة للمرأة عن الأجنبي عليها؟ أي نعم، الوجه والكفان هما العورة التي يجب سترهما عن الرجل غير المحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا سألني خاطب عن امرأة وعن سمعتها وكانت سمعتها سيئة جدا، فهل أخبره أم أصمت؟ لا، يجب عليك البيان، إذا استشارك فانصح له، يجب عليك البيان لأنه دخل في ذمتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حد عورة الرجل أو ما حد نظر إلى عورة الرجل إلى الرجل؟ ما بين السرة إلى الركبة، هذا العورة بالنسبة للرجل مع الرجل، ما بين السرة إلى الركبة. نعم.
وكذلك حفظك الله يقول نظر المرأة إلى عورة المرأة ما حد ذلك؟ لا يجوز لها أن تنظر إلى عورة المرأة إلا إذا كانت المرأة عاجزة عن تنظيف نفسها، فليكن ذلك من وراء حائل، تدخل يدها من وراء حائل وتغسل عنها الأذى من وراء حائل، ويكون على يديها إذا قفازان أو لفافتان، ما تباشر لمس عورة المرأة مباشرة، تكون من وراء حائل على يدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول استقدم زوجي سائقا يقوم بتوصيلي إلى الدوام، هل يجوز لي أن أركب معه وليس معي محرم علما بأنه ذو خلق ودين؟ لا، ما يجوز هذا، تركبين معه وحدكما ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل لو كان ذا خلق ودين يحضر الشيطان ويزين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل كثيرا ما ينادي زوجته بهذا اللفظ وهي تعالي يا أم المؤمنين، فهل ذلك جائز؟ هذا كبر اللقب أم المؤمنين، هذه زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست أم المؤمنين، أم أولادها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن ترضى للزواج من رجل مجنون لأن لديه مالا كثيرا؟ ما يجوز هذا لا يصلح لها، مجنون ما يصلح لها ولا يعفها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أو امرأة تسأل فتقول متى يباح للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها؟ إذا كان زوجها يسيء إليها ولا تتحمل سيء يعاملها بالسوء، أو كان زوجها على خلق سيء أو مضيع للصلاة، فتطلب الفراق منه. نعم. وكذلك حفظك الله، هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز للزوجة أن تخرج مع والدها من بيت زوجها إذا تبين لها سوء العشرة؟ كيف؟ هل يجوز للزوجة أن تخرج مع والدها من بيت زوجها إذا تبين لها سوء العشرة؟ ما تخرج من بيت زوجها ما دامت زوجة له وفي عصمته، فلا تخرج من بيته إلا بإذنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أريد أن أعتمر عن أبي أو جدي علما بأن أبي اعتمر له بعض أصحابه، وأما جدي فلا أعلم أنه قد اعتمر عنه أحد، سؤاله من أقدم في العمرة وما الأفضل في ذلك؟ تقدم الذي ترى أنه لم يعتمر عمرة الإسلام أو عمرة نافلة، الذي لم يعتمر تقدمه على من اعتمر أو اعتمر له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا صلى رجل صلاة الليل مثنى مثنى، فهل من السنة أن يستاك عند بداية كل ركعتين؟ نعم، عند تكبيرة الإحرام يستاك قبلها لكل تسليمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له إلا ولد واحد ذكر وهو إبراهيم عليه السلام؟ لا، له أولاد بس ماتوا صغارا، القاسم وله أولاد غير إبراهيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أنا كثير السفر وأقود سيارتي بنفسي وأحب أن أقطع الطريق بذكر الله، فما الأفضل، أن أقرأ القرآن
غيبا أو أستمع إليه من المذياع. لا، قراءتك أفضل من الاستماع، قراءتك القرآن أفضل من استماعك للقرآن. نعم. ثم يقول حفظك الله: وما الأفضل أيضا، قراءة القرآن أم الاستماع إلى الدروس العلمية؟ إيش الدروس؟ في سيارة، في الإذاعة يقول، يعني مسجل ولا دروس بالإذاعة؟ نعم. أي إيش؟ يقول: ما الأفضل، أن أقرأ القرآن حال سفري أو أستمع إلى الدروس العلمية التي تذاع من المذياع وغيره؟ لا تعارض بينهما، تجعل وقت للاستماع ووقت لقراءة القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تخلو بعبدها المملوك؟ هما ملكت أيمانهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي، رجل يسأل فيقول: هل يجوز لي أن أعمل في مكان أكثر الموظفات فيه نساء؟ إذا كانت النساء معزولة عن الرجال فلا بأس، أما إذا كان في اختلاط فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان هناك عدد من الورثة وكانوا كلهم متفقون على بيع، إذا كان هناك عدد من الورثة وكانوا كلهم متفقين على عدم بيع بيت من البيوت إلا واحدا منهم، فهل يلزم الجميع بالبيع أم أنه ينظر إلى هذا؟ هذا يرجع للقاضي، يراجعون القاضي. نعم. يعني بينهم خلاف أو خصومة يرجعون للقاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز صلاة الوتر 11 ركعة متصلة بتشهد واحد؟ يجوز، لكن الأفضل أن يصلي مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوتر بواحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: من أحرمت بحج أو عمرة وهي لابسة للقفاز فما الواجب عليها؟ إذا كانت جاهلة أو ناسية فلا حرج عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: امرأة عامية أسقطت جنينا بعدما نفخ فيه الروح وهي لا تعلم حكم ذلك، ثم علمت فأبدت ندما، سؤالها: هل عليها كفارة وهي جاهلة؟ اي نعم، إذا كانت نفخت فيه الروح، أسقطته بعدما نفخت فيه الروح، عليها الكفارة، كفارة القتل خطأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من رأى منكرا من المنكرات الظاهرة فكيف يكون علاجه الشرعي؟ علاجه الشرعي أن تنكره عليهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا لم يمتثلوا تبلغ عنهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رجال الحسبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يكون ولي المرأة في النكاح، هل يصح أن يكون كافرا؟ الكافر لا يتولى نكاح امرأة مسلمة، تولى نكاح كافرة مثله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أو امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تخرج الصدقة من مالها الخاص دون إذن زوجها؟ الصدقة؟ نعم. أو الزكاة؟ لا، الصدقة تقول. تستأذن زوجها، أطيب لخاطرها وأحسن للعشرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس في وليمة النكاح
يقتصر على عدد قليل من الأقارب، فهل صحيح أن هذا من السنة؟ لا، ما هم من السنة. السنة تدعو أقارب، ما تدعو عددا قليلا منهم، تدعو أقارب الذين في البلد وحولك تدعوهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الكلام في المسجد بأمور الدنيا لكن بدون بيع أو شراء أو إنشاد للضالة؟ يكره، يكره البيع والشراء في المساجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تعذر النظر إلى المخطوبة مباشرة نظرا لبعد المكان، فهل يجوز النظر إلى صورتها مثلا أو عن طريق ما يسمى بالبث المباشر؟ إيش؟ يقول: إذا تعذر النظر إلى المخطوبة لبعد مكانها، فهل يجوز النظر إلى صورتها أو النظر إليها عن طريق ما يسمى بالبث المباشر؟ إذا كان من أقاربه من النساء من هو حول المخطوبة ينظرن إليها، قريباته ينظرن إليها ويخبرنه عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من تزوج امرأة لا تحل له وكان جاهلا ثم تركها وبينهم أولاد، فإلى من ينسب هؤلاء الأولاد؟ هذا نكاح شبهة، ينسبون إلى أبيها، يعني نكاح شبهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للرجل أن يخطب رجلا لابنته؟ اي نعم. طيب، هذا شيء طيب. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: جاء النهي الشديد عن إتيان المرأة في دبورها وأن هذا من الكبائر، فهل صحيح يقول أن المرأة تطلق بذلك؟ لا، ما تطلق بذلك، ما تطلق بذلك، لكن يحرم عليه هذا الفعل ويعزر ويؤدب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: العدل بين الزوجات في المحبة وفي الجماع هل هو أمر واجب؟ لا، العدل يكون في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، أربعة أشياء، أما الجماع ما يستطيع يعدل بينهم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميل كل الميل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن خبب امرأة على زوجها، يقول: ما المقصود بالتخبيب؟ التخبيب كرهه عنده ويزهدها فيه حتى تتنكر عليه، تتنكر على زوجها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الركبة هل هي داخلة في العورة ومن صلى وركبته مكشوفة؟ نعم، داخلة، الركبة داخلة في العورة،